السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بسوي معاكم أرز كبسة لحم بالرز الأمريكي. أول شيء عندي هنا بصل وزيت زيتون، نشوح البصل حتى يتغير لونه شوي. الرز الأمريكي اللي بستخدمه اللي هو أبو بن، طبعا كل كوب رز يأخذ كوبين من الماء. طبعا هذا الرز عندي 3 أكواب هنا، بستخدم لهم 6 أكواب من المرقة. وهنا خلاص اتركه كذا بالماء تقريبا حق نص ساعة او حتى يستوي اللحم. وهنا ما شاء الله بعد ما تحمر البصل عندي هنا ثوم مهروس، اضيف الثوم. وهنا بعد ما اضفت الثوم اضفت ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة، ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقتين كبيرة من معجون الطماطم. اخلط المكونات كلها مع بعض حتى تتجانس عندي الكشنة. بضيف الفلفل الأخضر، وضيف 3 حبات من الليمون الأسود. الحين أخلي اللحم يتسبك مع الكشنة، أخلط اللحم مع الكشنة وخليه يتسبك حق 10 دقائق كذا، 7 دقائق عشان اللحم يتشرب الكشنة. ما شاء الله، أهم شيء الحين نترك اللحمة كذا تتسبك شوي قبل لا نضيف الماء. نضيف الملح الحين حسب الحاجة، تقريبا 2 ملاعق كبيرة من الملح. الحين نضيف الماء 6 أكواب، ما يعادل 6 أكواب. الأفضل أنكم تقوسوا المرقة بعد ما يستوي اللحم. كل كوب رز أمريكي تضيفوا له 2 كوب من الماء، أنا عندي 3 بستخدم لهم 6 أكواب. الحين خلاص نسكر قدر الضغط، نتركه يطبخ على نار متوسطة نص ساعة. النار أول شيء تكون عالية، أول ما يبدأ يصدر الصوت نخلي النار متوسطة ونحسب له نص ساعة إن شاء الله. وهنا بعد مرور نص ساعة خلاص إن شاء الله تبارك الله. وهنا بعد ما استوى اللحم الحين أضيف الرز إن شاء الله مثل ما تكلمنا، كل كوب رز يأخذ 2 كوب مع الرز الأمريكي. هذا الرز ما شاء الله بعد ما نقعته طبعا شرب الماء. بسم الله، الحين أضع الرز. يكون ارتفاع الماء بهذا الشكل إذا ملاحظين، ارتفاع الماء شيء بسيط. أنا أبغى الرز يكون نثري، ما يكون مرة مستوي كذا مضبوط. الحين خلي النار عالية، طبعا الملح موزون وكل شيء تمام. اللي يحب ممكن يضيف شوي من البصل المقلي على وجه الرز. خلاص الحين نسكر القدر، اول ما يبدا يصفر اهدي النار على خير واحسب له ان شاء الله 20 دقيقة. النار عالية، اول ما يبدا يصفر اهدي النار للاخير. ما شاء الله، هنا بعد ما بدا قدر الضغط يصدر صوت الحين اهدي النار للاخير. اخلي النار كذا الحين 20 دقيقة ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الحين خلاص ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله، وهذا الشكل النهائي لكبسة الرز الأمريكي. أتمنى تجربوها.